الغاز يعني جاءت الآن تقريبا بعض القيادات الأمنية وقالت أنه العملية قد انتهت. نعم. وحصيلة يعني الذين قتلوا هذا الصباح هم 7 قتلى بمن فيهم الإرهابي كمال القذقاذي. نعم. يعني 7 إرهابيين هم الذين تم يعني القضاء عليهم بما نعم. فيهم اسم كمال القذقاذي قد ذكر منذ قليل، وهذا كما قلت نسوق بكل احتراز. الصور ستأتي بعد يعني سويعات. نعم.